مرحبا منير عجم. كمان اليوم حنسجل يمكن اكثر من فيديو، بس تركيزهم مترابطين حيكونوا على موضوع البروجكت مانجمنت اوفيس، يعني مكتب اداره المشاريع وانواعهم واختلافاتهم. يمكن هذا تركيز الفيديو الاول. تركيز الفيديو الثاني حنقارن بين هل نحن بحاجه الى بروجكت مانجمنت اوفيس اما بروجكت مانجمنت ديفيجن اما ديبارتمنت. بطبع هالفيديو كمان مرتبط بمقال ارتكلز على البلوج سايت تبعنا، ممكن تراجعوا الارتكل. الارتكل مكتوب بالانجليزي وبطبع مسجل احنا هون بالعربي. اذا بركز اليوم على انواع ملح، يعني اكيد ما فينا نشرح كل شيء له علاقه بالبروجكت مانجمنت اوفيس، بس خلينا نبلش نشرح شوي. اول شيء نبلش بالتعريف، شو هو البروجكت مانجمنت اوفيس. بعدين بنشرح على انواع البي ام اوز، يعني ممكن يكون في نوعين رئيسيين وبعدين متشعباتهم، نمشي خطوه خطوه. اول شيء كلمه بروجكت مانجمنت اوفيس للاسف اليوم هسه يعني لا طبعا صارت معروفه جدا بالاخر ال 20 سنه ال 15 سنه الماضيه، صار موضوع البروجكت مانجمنت اوفيس كثير بوبولر. وحسب بعض الدراسات اللي عم نشوفها مؤخرا انه تقريبا ثلثين الشركات صارت اليوم على عم نحكي على مستوى عالميا صار عندها بروجكت مانجمنت اوفيس، بس يمكن هالداتا هي اكثر موجوده ب يمكن بامريكا الشماليه واوروبا وبعض الدول الشبيهه. خلينا نركز اول شيء بلش شو هو هالاحرف الثلاثه بي ام او، وات داز ات مين. اول شيء كلمه الحرف البي لشو بيرمز. بالطبع اكثر شيء شائع هو انه بروجكت مانجمنت اوفيس، بس بالطبع انه بعض المنظمات ممكن يكون اذا بيشتغلوا اكثر كبروجرام مانجمنت ممكن يكون عندهم شيء اسمه بروجرام مانجمنت اوفيس، اما في بعض المنظمات بيستخدموا تعبير بورتفوليو مانجمنت اوفيس. احيانا في خلاف على حرف البي شو بيعني. بشكل عام هو لا اداره مشاريع ولا برامج المؤسسات، يعني هو مكتب. وكلمه اوفيس بالطبع على ممكن بعض الاحيان شفناها كلمه اوفيسر يعني شخص، بينما هي المقصود فيها اوفيس يعني مكتب لإدارة المشاريع داخل المؤسسات. هلا كلمة مكتب شوي يمكن بتغش، إنه كلمة مكتب معناتها مثل غرفة، يعني بيرجع لمكتب واحد إنه غرفة شخص شخصين. لا بالطبع للأسف يمكن هيك بلشت هي، بس مشان هيك نحن شخصيا عندنا مشكلة بكلمة الأوفيس، هلا بنشرح عنها بعدين أكثر يمكن بالفيديو التاني. بقى خلينا نسمع هلا التعبير الشائع اللي هو بروجكت مانجمنت اوفيس ولا بروجرام مانجمنت اوفيس. هلا بالطبع في انواع. خلينا نبلش اول شيء من ناحيه التوقيت. في عندنا نوع منهم اللي هو يعتبر مؤقت، اوكي، وفي عندنا نوع اللي هو الدائم. هلا شو هو المقصود بالمؤقت؟ المؤقت هو عندنا اذا عندنا بروجرام كبير ولا مشروع كبير، يعني فريق الاداره، يعني احنا عاده احنا من جامعه الكابيتال بروجكت بنستعمل كلمه بروجكت مانجمنت تيم، بنستعمل كلمة تيم، بينما اليوم الشائع أكثر ببعض المناطق استعمال كلمة أوفيس، بروجكت مانجمنت أوفيس. سو إذا عندنا نحن مشروع كبير، يعني مشروع ممكن يكون بمئات الملايين ولا أكثر ولا أصغر ما ضروري، أما بروجرام لو ممكن يكون في عندنا هو فريق إدارة هالمشروع ولا هالبرنامج، هو بنسميهم بروجكت مانجمنت أوفيس. بالطبع بهالحالة هذا مؤقت، لأنه هذا الفريق شغلته بس إدارة مشروع محدد وبس يخلص، اما برنامج محدد بس يخلص هالمشروع ولا البرنامج بالطبع هالفريق العمل هذا بنعمل له ديسمانتلينج، كل واحد بيرجع على مكتبه على بيته، بيطلع له زياره على المريخ، هلا عم بيعملوا ريكروتمنت للمريخ وير ايفر، بيكون انتهى الموضوع كبروجكت. هذا تمبوراري بي ام او. البيرمننت بي ام او هو طبعا هو مكتب دائم موجود داخل الشركات والمؤسسات، والمقصود فيه هون هو مكتب مهتم بإدارة المشاريع. هلا هون فينا ندخل بموضوع المهام، هذا يمكن لحاله بدها فيديو، بس المهام ممكن تنتقل نختصر هلا هون بشكل سريع، ممكن تكون من مهام كتير 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 متدنية لدرجة انه بس عملية جمع تقارير وتقديمها للإدارة، لدرجة انه البي ام او ممكن يكون اكثر عنده كنترول وحتى عنده صلاحيه اداره بعض المشاريع. هلا اذا بنرجع للبومبا جايد وبعض المراجع اخيرا عملوا تعريف للبي ام او وقسموه لثلاث انواع اللي بسموهم سبورتنج وكنترولنج ودايركتنج.
فيكم ترجعوا للبومبا جايد وتقروا شو بيقصدوا فيهم. بالطبع مش ما هيك، مش انك ما رح ندخل كثير اليوم بموضوع صلاحيات المكتب بالاداره المشاريع وشو شغلته وشو مهامه وشو تركيبته هالامور هيدي، مثل ما قلت الموضوع كثير متوسع. سو قلنا نحن بالبداية عندنا شيء المؤقت اللي هو لبرنامج ولا بروجكت محدد، وعندنا الجو الدائم اللي هو مكتب بداخل المؤسسات اللي هو مسؤول عن اداره المشاريع، اللي ممكن يكون مهامه من تقارير، جمع تقارير وتقديم تقارير الى يعني اداره مشاريع استراتيجيه وما غيره. هلا السؤال دائما بيطلع انه هل بالمؤسسات خاصه الشركات المؤسسات الكبيره لازم يكون عندنا بي ام او واحد ولا ممكن يكون في اكثر؟ هلا بطبع موقع البي ام او بالمؤسسه يختلف، يعني ممكن يكون يعني كل بي ام او بلشت تنشهر من 15 سنه يمكن بلس اور ماينس بالمؤسسات البنكية الحكومية، بس بالاي تي ديبارتمنتس يعني بلش من موضوع التكنولوجيا والاي تي ديبارتمنت لقوا انه هني بحاجة لإدارة مشاريعهم، سو بلشوا يفكروا بشغلات بي ام او. ببعض الاماكن البي ام او الساب الاي تي، وبعض الاماكن لا صار البي ام او هو دوره اكبر وصار ممكن يكون انه في اكثر من بي ام او بالشركة، يمكن يكون كل ديفيجن مش كل ديفيجن بس بعض الديفيجن الرئيسية اللي بتشتغل على مشاريع كثيرة ممكن يكون عندها its own PMO. أما كمان في شيء ممكن يكون عندنا PMO على مستوى الكوربريت، يعني أما الـ highest level of the organization اللي هو ممكن يتسمى APMO Enterprise Project Management Office، أما كمان ممكن يسموه Corporate PMO. سو التسمية تختلف إذا كان قدامه E ولا C. اما حتى البعض احيانا شفنا كلمه PPMO يعني Project Portfolio Management Office، التسميات تختلف بس المقصود فيها هون انه في عندنا مكتب لاداره المشاريع على اعلى مستويات المؤسسه اللي ممكن يكون بالستراتيجيك بلاننج ولا بيتبع يكون الهيد اوف ذات بي ام او يكون ريبورتنج للسي او اما الجي ام تبع المؤسسه اما البريزيدنت تبع الشركه ولا وات ايفر تسميات. سو هون ممكن يكون عندنا APMO ولا Corporate PMO على مستوى عالي اللي هو أكثر اهتمامه بيكون بموضوع Project Selection و Portfolio Management و Strategic Planning وربط Strategic Plan مع إدارة المشاريع، بينما بطبع يمكن الـ PMO يمكن يكون على مستويات أوطى اللي داخل Division ولا داخل Department ولا داخل Branch، هني بيكون يمكن هدفهم أكثر Operational، يعني الأول بيكون APMO بيكون أكثر Strategic، بينما الـ PMO بالديفيجن ولا بالديبارتمنت ممكن يكونوا اكثر اوبريشن. سو هون احنا ميزنا بانواع الـ PMO الموجوده، ما دخلنا بالمهام مثل ما قلنا، بس ميزنا بين المؤقت والدائم، ميزنا انه هل نحن بحاجه ل 1 PMO بالمؤسسه ولا اكثر. وهون بس نختم هالفيديو انه كمان بعد شوي حنتكلم بالفيديو الثاني عن موضوع شو الفرق بين البروجكت مانجمنت اوفيس والبروجكت مانجمنت ديفيجن اما ديبارتمنت. الفيديو الثاني الى اللقاء.